على فنن أطال مكوثه، والحج يبرق مثل فعل الأنجم، قد جاء بالهدي الذي يسمو بلا هدي الرسول ومرفأ المستعصم. أسراره يرويك عذب جمالها، فانهل تنل من كل قول أكرم. هذا مقام للكرام ومنبع سمة لهم، يا نعم نور ميسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الحديث موصولا حول هذه الأسرار لهذه العبادة العظيمة في هذا الموسم الكريم، وقد وقفنا في الحلقة السابقة عند سر من أسرار الحج، وهو ما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن الحج رفع هذه الراية عالية خفاقة، وهي راية حفظ الحقوق وأدائها إلى أصحابها. وفي هذا المقام وهذه الحلقة نتحدث عن أمر آخر له تعلق بما سبق، وهو يهمنا في هذا الواقع الذي كثرت فيه الشعارات والدعوات حول هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بالمرأة. فلو نظرنا في الحج وسبرنا هذه الأغوار ووقفنا عند هذه الأسرار وتأملنا في الأخبار، لو وجدنا أن الحج هو مفخرة للمرأة، فإن الحج رفع قدرها وأعلى شأنها، بل خلد ذكرها في مواطن من هذه العبادة العظيمة. ففي أول حدث يحصل في الحج، وهو حدث ترك إبراهيم، حدث ترك إبراهيم عليه السلام لزوجه وابنه بواد غير ذي زرع، نجد أن تلك المرأة الصابرة المحتسبة قامت تركض يمنة ويسرى، ترتقي الصفا ثم المروة. فهذا الحاج، وأنت أيتها الحاجة حينما تسعين بين الصفا والمروة، لابد أن تتذكري أن هذه العبادة إنما هي مذكرة تاريخية لهذه المرأة، فهو رفع لشأنها وإعلاء لذكرها وبيان لقدرها. فالكل حينما يرى الصفا والمروة ويسعى في هذه العبادة فإنه يتذكر ذلك الموقف الإيماني، فهنا يتجلى للمرأة شرفها في الحج، فإن هذه العبادة إنما شرعت لجنسها. كذلك حينما يشرب هؤلاء الملايين من البشر من هذا الماء المبارك، من ماء زمزم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه خير ماء على وجه الأرض، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وأنه ماء مبارك، هذا الماء إنما كان كذلك إكرام، كان هذا الماء كذلك إكراما لتلك المرأة ولابنها. أراد الله عز وجل أن يشفي صدرها ويذهب همها ويكشف غمها بأن أخرج لها هذا الماء المبارك من تلك الحقبة التاريخية إلى هذا اليوم، يشرب منه الملايين ثم لا ينضب. إنها آية عظيمة وكرامة كريمة لتلك المرأة الصابرة المحتسبة المجاهدة. فإذا هذا الأمر أيضا هو شرف للمرأة، ففي الصفا والمروة تتشرف المرأة بهذه العبادة أنها شرعت بسبب تلك المرأة، وكذلك تتشرف المرأة حينما تشرب زمزم لتعلم أنه إنما أنزل إكرام لها، إكرام لبني جنسها. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لهذا المبدأ، وهو حفظ حقوق هذه المرأة في حجته، فنجد أنه يكرم هذه المرأة ويبين لها معنى الحج بالنسبة لها، فيقول صلى الله عليه وسلم للنساء: لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. فهذا الحج هو جهادك،
هذا الحج فيه أجرك على قدر نصبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد المرأة والضعيف، فإذا هو جهاد في سبيل الله لهذه المرأة، فينبغي أن تعتز به وتبادر إليه وتفتخر به. هذه الشعيرة، وهذا هو سرها الذي ينبغي أن نسلط فيه الأضواء ونكشف عنه الغطاء. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في مسيرته ورحلته الإيمانية في الحج، يبين لهذه المرأة أحكامها ويخفف عنها ما يناسب أنوثتها وضعفها وطبيعتها، فيخفف عنها المبيت بمزدلفة، ويأذن لها أن تنفر قبل الناس، ثم الرمي قبل الناس، ثم الإنابة في الرمي لم تستطع، ثم بعد ذلك لها رخصة عظيمة ويترك طواف الوداع إن كانت في حالة الحيض. كل هذه الأحكام تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المرأة. كان يقف مع هذه المرأة السائلة، كما المرأة الخثعمية التي سألت عن ابنها، ويبين لها النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله عز وجل، حكم الله جل في علا. فإذا هذا الأمر يوقفنا عند هذه الحقيقة، ثم يأتي التتويج النهائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة حينما يصدع بتلك الكلمات العظيمة التي تبين حقوقها حقيقة لا ادعاء، وحفظا لها لا إغواء، فهو حق حقيقي بلا ادعاء، كأنما كان وكذلك فهو حفظ لها بلا إغواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الجامعة وفي الخطبة الماتعة النافعة الجامعة المانعة، وهي خطبة عرفة، قال استوصوا بالنساء خيرا. بعد كل هذه الإكرامات وهذه الإتحافات يتوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكرامات بهذه الكلمات، فيقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي فهن ضعيفات كالأسيرات عندكم، لأن الزوج قد أخذها، قال استحللت أخذتموهن بكلمة الله واستحللت أخذتموهن بأمانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله، فذكر حقوق هذه المرأة، فقال ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فتأمل في مثل هذا الهدي النبوي في تكريم هذه المرأة وتعظيمها وبيان قدرها ورفع ذكرها. كذلك نجد أن هذه المرأة يأتي الحج بجميع أفعاله مشاركا لها مع الرجل، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. كانت المرأة في الجاهلية، اليوم الذي تولد فيه المرأة هو يوم تسود فيه الوجوه، وكأنما أصيب الناس بمكروه، وقد صور الله سبحانه وتعالى هذه الحالة البائسة، فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فإذا فلتت تلك المسكينة من وأدها ونجت من لحدها في مهدها، نجد أنها تعيش بعد ذلك ذليلة كسقط المتاع في الميراث والانتفاع. ثم بعد كل هذه الظلمات يشق نور الإسلام دياجير الظلام، فيأتي لأول مرة بتلك الأحكام التي دوت بها المسامع، فينزل الله سبحانه وتعالى ما يقرنها بالرجل في أكثر الأحكام، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. ثم قال كذلك في آية آل عمران فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فلأول مرة تقرأ هذه المسامع تلك، تقرأ هذه الآيات والأحكام تلك المسامع في بيان قدر هذه المرأة. إن النبي صلى الله عليه وسلم حول تلك الحالة التي كان عليها أهل الجاهلية تجاه المرأة، فقال في كرام المرأة منذ ولادتها كما في صحيح الجامع لا تكره البنات. تأمل في هذا الحديث، كانت المرأة إذا ولدت اسودت الوجوه، لكنه يقول صلى الله عليه وسلم لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. فإذا تأملت فيما هذه الكلمات وتدبرت في خوافيها لوجدت ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من اجتثاث ذلكم الشعور الجاهلي بالدونية للمرأة
أو بانتقاص الأنثى، لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. ثم يتابع المسيرة في حال تربيتها فيقول: من كان له ثلاث من البنات فأحسن كسوتهن ورزقهن وتأديبهن كن حجابا له من النار. ثم يتابع المسيرة في تزويجها فيقول: فأحسن تزويجهن، في رواية. ثم يتابع إذا أصبحت هذه البنت زوجة فيوصي بها في أعظم محفل، وهو محفل عرفة، في مكان قد لا يلقى فيه أولئك الناس مرة أخرى، فأتحفهم بذلك. لذلك قال ابن عباس: إنها لوصيته إلى أمته. فأجمل أهم الحقوق في هذه الوصية في هذه الخطبة. ثم بعد ذلك إن أصبحت هذه الزوجة أمة، يأتي بعد ذلك التكريم العظيم من الملك الكريم سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها. فإذا يأتي التكريم لها وهي أم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجليها فثم الجنة. والنصوص عظيمة. في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في منى بين هذه الحقوق وقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك، حينما سئل من أحق الناس بالبر، فذكر الأنثى قبل الذكر، فهي أولى وأحق بالرعاية والصيانة والحماية وإعطاء الحقوق ومنع الظلم وإحقاق الحق والعدل. فإذا كل هذه الوصايا تأتي مجتمعة لهذه المرأة منذ ولادتها وحتى كبرها، فإن وصلت إلى الكبر تأتي الوصية من الله سبحانه وتعالى، فيتولى ذلك في كتابه، فيقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في الحج كما في الأدب المفرد البخاري، يأتي رجل من أهل اليمن وهو يحمل أمه على ظهره ويطوف بها مغتبطا مسرورا، يردد كلمات بلسانه: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ومع كل ذلك يأتي وقد وجد ابن عمر عند البيت، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أتراني جزيتها؟ يعني كل هذا الفعل تراني جزيتها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما، وهو المهتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المقتبس من أنواره، وهو المتربي على مشكاته، قال: لا والله، ولا زفرة من زفراتها، أي ولا ألم من آلام الحمل والكره والوهن الذي تجده في تلك الحالة. فإذا هذا كله يوقفنا عند هذا السر العظيم، وهو حماية هذا الإسلام لهذه المرأة، وإعطاؤها حقها وتكريمها وتوزيع المهام بينها وبين الرجل، كل بما يناسب فطرته وطبيعته وقوته وضعفه. ثم نجد في واقعنا المعاصر من يتنكب هذه الجادة ويحاول أن يدعي أنه هو حامي المرأة، وهو رافع لواء تحريرها وإعطائها حقوقها، إعطائها حقوقها وغير ذلك من الدعوات. ولو تأملنا في واقع المرأة في قواميسهم لوجدنا أنها مجرد سلعة، مجرد وسيلة للترفيه عبر راقصات أو مغنيات أو ممثلات، أو مجرد سلعة للدعاية عبر المحلات أو القنوات أو الشبكات، فهي أصبحت مجرد سلعة. وهذا وللأسف قمع لها عن طبيعتها وطمس لفطرتها، ثم يتباكون بعد ذلك وقد أردوا هذه المرأة المهالك وحرفوها عن طبيعتها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم الذي أعطى كل ذي حق حقه. فالمرأة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادها الله وأرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون درة مكنونة وصدفة مصونة لا يعبث بها العابثون ولا يتجرع عليها المتجرئون. وقد علم هؤلاء أن أول خطوة بدأ بها الشيطان هي خطوة كشف العورات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فوسوس لهما
فأكلا منها فبدت لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فإذا هذه الخطوة الشيطانية الأولى يسير الناس الآن على سيرها ويرفعون رايتها ويدعون دعوتها ويريدون لهذه المرأة التحرر والسفور، وهذا كله قنطرة إلى الفجور. جاء الإسلام ليحفظ هذه المرأة وليبين أن وصولها إلى الجنة وأن وصولها إلى رضا الله هو أيسر بكثير من الرجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرع للنساء هذا التشريع العظيم: من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحصنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذا الحديث الصحيح يبين أن الإسلام أعطى كل ذي حق حقه. المرأة لضعفها شرع لها من الأحكام ما يتناسب معها، الرجل لقوته شرع له من الأحكام ما يتناسب معه، ثم يكون التكامل والتكافل والتضامن والتعاون والتعانق لتعيش هذه الأمة أمة واحدة كما أرادها الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن الحج يظهر هذا المعلم، فالمرأة إذا جاءت إلى الحج تعتز بهذا الحج وتفتخر به وتعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرمها فيه، أكرمها بأن خلد ذكرها في الصفا والمروة، أكرمها بأن خلد ذكرها في فم كل رجل حينما يشرب هذا الماء فيستحضر هذا المعنى، أكرمها حينما شرع لها هذه الأحكام الميسرة، أكرمها حينما اعتبر الحج بالنسبة لها جهادا، أكرمها حينما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصية وكان يكرر في حياته فيقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بل لما شكى بعض الصحابيات ضرب رجالهم، شكوا ضرب رجالهم لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: ليسوا أولئكم من خياركم، ليسوا أولئكم من خياركم، أي من يتصرف مثل ذلك، مع أنه قد أذن في بعض الأحكام، لكن الأصل الإحسان والمعاملة بالتي أحسن، كما يحب الرجل أن يعامل فكذلك تحب المرأة. بهذه المعاني الإيمانية يخرج الحاج من حجه بما أراده الله سبحانه وتعالى له. الحج في أصله تهذيب لهذه العلقة الوثيقة وهذه الرابطة العميقة، وهي الرابطة بين الناس عموما، الرابطة بين الرجال والنساء. لذلك نجد أن الله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو ما يتعلق بالنساء، فأراد الله عز وجل أن يخرج المؤمن بهذه المعاني من حجه، يتعرف المرأة قدرها ويعرف الرجل كذلك قدرها، ويتعامل الجميع بما أراده الله سبحانه وتعالى، لا يحتقر أحد الجنسين الآخر ولا ينتقصه، فالكل ميسر لما خلق له كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات هي من الأسرار التي تحتاج إلى نشر، أسرار تحتاج إلى بث وإذاعة، وهي بيان ما قدمه هذا الحج للمرأة من إكرام وتعظيم وإجلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات فيها الخير والنفع والإيمان والعلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرف على فنان أطال مكوثه، والحج يبرق مثل فعل الأنجم، قد جاء بالهدي الذي يسمو بنا هدي الرسول ومرفأ المستعصم. أسراره يرويك عذب جمالها، فانهل تنل من كل قول أكرم. هذا مقام للكرام ومنبع سمة لهم، يا نعم نور الميسمين.